أنا اسمي عمر البلخي من سوريا محافظة درعا عمري 29 سنة تعرضت لإصابة بقذيفة تعالجت في سوريا لمدة 7 أيام العلاج كان بمشفى ميداني يعني يفتقر لكثير من الأدوات الجراحية على أثرها تم نقلي بناء على طلب الطبيب على الوقت النوم تم فترة علاجي 5 أشهر تلقيت يعني عدة عمليات بالإضافة لجلسات دعم نفسي بالإضافة لجلسات العلاج الفيزيائي تم تخريجي من المشفى بعد هاي الفترة على المنزل مباشرة أول مرة طلعت فيها من البيت يعني كانت بعد مدة علاج طويلة كانت يعني لحظات حلوة ومش حلوة يعني مش حلوة أنه حاسس أني بعدي مش فاقد أطرافي يعني ولحظات كانت حلوة أني أول مرة بطلع أو بمشي أو بعتمد على نفسي من أكثر من 7 أو 8 أشهر يعني لا شك في تأثير على نفسيتي يعني خاصة قبل الإصابة كنت أعتمد على نفسي بكل شيء بأي شيء يعني موجود بالبيت حتى ألبي احتياجات غير فبعد الإصابة أنا وجدت أني أحيانا بحتاج لمساعدة ناس فهذا الإشي أكيد بيأثر علي نفسيا طلعت زيارات على عدة مشافي يعني في أشخاص مثلي عندهم إصابات مثلي عندهم بتر مثلي كثير يعني بيكونوا عندهم خوف واجهت ناس ما بيطلعوش أبدا من غرفتهم ناس ما بتحركش مش عم تتقبل إشي أبدا فيوم شافت أنه أنا عندي الإصابة هاي وعم بمشي فيعني تتغيرت كل سلوكياتهم اليوم صار في طلعة صار في فوتة صار في أكل صار في شرب صار في ابتسامة على وجوه المصابين يعني حتى ممكن يصير في تقبل أكثر للعلاج يعني أنا من ناحية طموحاتي بشكل شخصي يعني قبل إصابتي كانت كبيرة كثير أما حاليا يعني أحيانا بحس أنه بيصفي كثير تركيز على موضوع الأطراف الصناعية أنه أني أركب أطراف صناعية هل ممكن أقدر أركب أطراف غير الموجودة هي عندي اللي تعبانة يعني بأركب يعني من ناحية العمل بطمح أنه بس أرجع على سوريا يكون في اللي هناك أشوف اللي مثلا مشاريع خاصة كذا الواحد يقدر يعملها نظرا للإصابة يعني من ناحية الوضع بسوريا بعد مرور 4 سنين هو أمل الحل قريب تقريبا صعب شوي والأزمة بسوريا هي طويلة لسبب واحد يعني هي أزمة الضمير العالمي مش أزمة سوريا يعني لأنه بشكل عام بالعالم كله في اتفاقية حقوق الإنسان لكن ما فيش حقوق إنسان يعني فطول ما في الاتفاقية وما فيش حقوق الإنسان الأزمة صعبة راح تظل مستمرة